إلى الشاعر التالي مع الأخ العزيز الصحفي حسين العابد، نرحب به في هذه الأمسية. علي سيد البلاغة والبيان، تيارات أدبية كثيرة ومدارس وما إلى ذلك وسجالات أدبية تاريخية طويلة وعميقة. أين ترى حسين العابد، أين ترى علي سيد البلاغة والبيان من هذه الحالة، حالة المدارس والتيارات الأدبية على مر هذا التاريخ الطويل؟ أين ترى علي وأين ترى هذه الحالة من علي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أبارك لكم جميعا ذكرى ميلاد أمير المؤمنين عليه السلام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا في حال أفضل من هذا الحال. من الصعب على القليل أن يشهد لكثير، أو للقاصر أن يشهد للكامل، ولكن الوقوف على عتبة بلاغة أمير المؤمنين عليه السلام وهذا البناء الشاهق وهذا الإرث العظيم الذي تركه أمير المؤمنين حتى أوقف البلغاء والفصحاء على أقدامهم ليؤكدون بأنه لم يأتي كتاب فصيح بليغ متكامل من بعد كتاب الله عز وجل كنهج البلاغة الذي تكفي في بلاغته تلك الخطبة التي بدأها أمير المؤمنين في توحيد الله سبحانه وتعالى، وأيضا الخطبة الشقشقية والتي تحدث فيها عن ظلامته. فبلاغة أمير المؤمنين أصبحت هي العلامة البارزة والفارقة لمعرفة النتاج عندما نريد أن نتحقق من رواية لخطبة أو إرث أدبي لأمير المؤمنين، فإننا نقرأ تلك اللغة الاستثنائية التي لا تجدها في غير أمير المؤمنين عليه السلام. وبالمناسبة نحن بما أننا طرقنا هذا الباب، علينا أن نتفحص ونعيد النظر في الأمور التي نتناقلها على الواتساب والإنستغرام من قبيل قال أمير المؤمنين قبل أن تذهب إلى الوسادة ما أدري شنو، قبل أن تشرب ما أدري شنو، يعني بعض الأمور التي لا تليق بأمير المؤمنين وهي بعيدة حتى عن تلك البلاغة وتلك الفصاحة. فأمير المؤمنين هو الإنسان المتفرد، وهو المثال والنموذج منقطع النظير، يعني هو يسبح في فضاء التميز لوحده ويأتي من بعده بكثير باقي البلغاء والفصحاء. أحسنت أبو علي، إجابة جميلة ولفتة رائعة أيضا من حسين العابد فيما يخص النقولات الغير متفحصة بالذات على مستوى شبكات التواصل والواتساب. كثير من الأمور أحاديث وأبيات شعر وغيرها تصل بلا تدقيق. العزيز حسين العابد، الآن ننتقل إلى رحاب الشعر معك ونستقبله بأعلى أعلى صلاة على محمد وآل محمد. ولقد تلوت نشيد حبك في دمي. سيدي يا أمير المؤمنين، ولقد تلوت نشيد حبك في دمي، لحنا شهيا يستفيق على فمي. يا دام عزك ما جمعت من الهوى إلا ليغرق في هواك تكلمي. أبحرت فيك
وأنت ميناء الذي أن التفت أراه وجه مقدمي وسفين مجدك وسفين مجدك للسماء عروجها سفرا طويلا بامتداد الأنجم يبتز فيك الليل وجه هلاله يحكي تقوس ثغرك المتبسم هي لحظة اشتبك الضمير بعالم هي لحظة اشتبك الضمير بعالم وغزى ضياؤك كل عصر مظلم وتمر حتى لست أدرك من ترى قد مر يا لك من ضياء مبهم تمشي فنقبض من ترابك جنة من لم يكن فيها فليس بمسلم يا أيها الإنسان إنك كادح ما لم يكن في حبه لن تسلمي تخضر فيه الأمنيات وليس من شيء وإلا قال حيدر ملهمي الله أي مشيئة أذنت لنور العرش أن يتجلى الله أي مشيئة أذنت لنور العرش أن يتجلى أي القداسات التي احتشدت وعند نزولها تتعلى من أنت يا كل العبارات التي اندهشت بصوت الله حين عليك سلم صلى من أنت يا آت وكلك أنبياء أوصياء أولياء وكل من باتوا بحب الله قتلى من أنت ما هذا الوجود العبقري حتى ما كنت هناك بين دنا دنا فتدلى يا وصلة في قاب قوسين النبوة من ترى بعد النبي سواك بات لرحمة الرحمن حبلا قطعت وشائجنا فصرت لنا إلى العلياء وصلا من أنت من أنت رفقا أنا أصغي لصوت محمد هذا علي هذا الذي من بعد موتي بالخلافة أولى صلوا على محمد وآل محمد كلنا يشتهي الوقوف على ذلك النهر الممتد في عرف القيامة ليحتسي غرفة من يد أمير المؤمنين عليه السلام ذلك الكوثر المهدور الذي لا يمكن أن يغرف منه إلا بحب علي عليه السلام عبي ما شئت إذا جئت طوى ذلك العشق وقل ما شئت لي عب ما شئت إذا جئت طوى ذلك العشق وقل ما شئت لي واخلع القلب لنا نافلة وصلاة تتهادى للعلي واصنع الشعر على أعيننا
كلما سبح وجد الأمل أو ما رمت قوافي التي طأت في حيكم من خجلي فأنا رهن حروف نثرت زنبقات فوق ثغر الجمل شدني منك علي أنها كلمت في الشعور الأزلي لم أكن يوما لأفشي سرها للهوى لولا افتضاح الوجل قد أدرت الحب في حضرتنا حين عاقرت كؤوس المثل وتركت اليأس يذوي خلفنا وبلغت اليوم كل العلل سمك الشعر سماوات الهوى واعتلى العرش الولائي علي منك قيثار وأوتار شدت ولحون صدحت من قبلي وعروق الوصل مهما يبست سوف تخضل بهذا البلل أترى نستبدل الحب بما هو أدنى يا لبؤس البدل أترى نستبدل الحب بما هو أدنى يا لبؤس البدل والسلام عليكم ورحمة الله.